الناس اللي ربما سمياك يسمعوا لنا وما عندهمش فكرة أو لكن الفكرة لكن ربما مضببة على قرى الأطفال، شنو ممكن نقولوا لهم على هذا الكونسبت الجميل باش نقربوهم منه؟ alors اللي خصهم يعرفوا انه قرى الاطفال المسعفين تخلقات في النمسا في 1949 من بعد الحرب العالميه الثانيه. دونك كانوا هناك بزاف ديال الارامل اللي فقدوا الازواج ديالهم في الحرب، وكانوا بزاف ديال الايتام اللي فقدوا الابوين ديالهم في الحرب. فالفكره كانت هي تكوين اسر عن طريق هاد الارامل وهاد الاطفال اليتامى في بيوت في منازل عائلية. دونك كل أم أرملة تكلفت بثمانية الأطفال. وبقى هذا الكونسبت هو هذا تطور في 138 دولة. جميل. منه المغرب في 1985. عن طريق خمسة ديال القرى. دونك في المغرب غادي يلقاو في كل قرية مجموعة من المنازل، وفي كل منزل واحد الأم مربية بروفيسيونيل مهنية اللي كتلقى كانت تيتم الانتقاء ديالها عن طريق واحد المعايير. وكتلقى واحد التكوين باش كتقدر تكلف بستة حتى لثمانية الأطفال المحرومين من السند العائلي في إطار هذاك المنزل. دونك لواحد المدة اللي هي طويلة شوية. شحال تقريبا كتوصل المدة؟ تقدر تفوت 20 سنة. يا سلام. دونك كتهيئوا لهم الجود الأسرة. الأسرة، الدفء العائلي، الحنان كيف تنقولوا احنا بالدارجة. والتربية كيف تيديروا الأمهات مع الأطفال ديالهم في المنازل العائلات الكلاسيكية والمنازل العادية. وسامية كتكلم دكتور محمد، جات لبالي واحد المسألة، أنه واش هاد الفئة من الأطفال أو لهاد الجمعيات أو مثلا قرى الأطفال اس او اس فيلاج مثلا، واش كيستافدوا من زكاة الفطر إلى بغينا نتكلموا على هاد المسألة هذه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أن هذه الفئة اللي هضرت عليها الأستاذة سامية وهي تستفيد من الزكاة عموما، زكاة الأموال، وتستفيد أيضا من زكاة الفطر. بل الأجر الذي يحصل عليه المزكي أنه قام بالواجب هنا سيكون مضاعفا. لأن هذه الفئة استخدمت الأستاذة سامية كلمة ديال الحنان. لأنهم فعلا يفتقدون إلى الحنان، خاصة الأطفال المتخلى عنهم، أن اللي ما عندهمش الآباء ديالهم. هؤلاء التعاطف معهم بالمال، التعاطف معهم بالإحسان، ومن ذلك زكاة الفطر، هذا يستوجب أجرا عظيما عند الله عز وجل، لأن فيه واحد البعد الإنساني عظيم جدا. ما يمكن لناش نحقوا هذه المحبة وهذه الحنان وهذه العطف إلا من خلال هذه الأمور اللي دارت الشريعة الإسلامية. فأنا من الناس اللي كنحث الناس، خاصة زكاة الفطر لا يشترط فيها لا نصاب ولا غنى. يعني قدر معظم المغاربة أنهم قادرين يساعدوا. وهذا المنتج جميل جدا. فيه واحد البعد إنساني شخصي تكافلي على نطاق واسع. ربما زكاة المال يحتاج واحد الغنى واحد كذا، لكن زكاة الفطر الناس خصهم يساعدوا، وهذه هي تجربة ويعرفوا. فإن شاء الله عز وجل سيرون ما يسرهم في دنياهم. جميل. وما يسرهم في آخرتهم. أيضا والله عز وجل لما تكلم على هذه الفئة خاصة اللي ما عندهاش الأب ما بيكونش معروف. هادو اعتبرهم الله عز وجل منسوبين إلينا النسب الأخوة في الدين.